وجينا دلوقتي لفقرة طبيبك على الهواء، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة إن شاء الله هنتكلم عن يعني صحة الجهاز الهضمي في احتفالنا بالأعياد. دايما بنقول وبنكرر إنه أعيادنا مرتبطة بالأكل، بأكلات معينة، ولذلك احنا الآن المسألة يعني محتاجة نفك الاشتباك زي ما بيتقال، لأنه الصيام والساعات طويلة ونظام أكل معين في توقيتات معينة وكمان نوعية أكل معينة، فجأة كده ندخل باحتفالنا بشم النسيم فنتعامل مع الفسيخ بكل ملامحه اللي كلكم حضراتكم عارفينها. طب إزاي ممكن أحتفل وبدون مشاكل؟ برضو بإذن الله الأسبوع القادم بنحتفل بعيد الفطر المبارك برضو بأكلاته الدسمة المعروفة. طبعا في هذا اللقاء سعدنا وشرفنا يكون معنا الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، واحنا منتظرين طبعا تليفوناتكم في هذا الفقرة. نطلع الفاصل ونبدأ على طول فقرتنا، تفضل. اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا بيك. وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. دكتور محمد خلينا اقول في البدايه قبل ما نتكلم عن احتفال دايما يعني احتفالاتنا كمصريين تحديدا يمكن العالم كله بجانب او يعني في جنب واحنا بجانب تاني مرتبطين دايما اعيادنا مرتبطه ببعض الاكلات المعينه. خلينا اقول قبل ما نتكلم عن ده ونتكلم عن شم النسيم وعيد الفطر المبارك يعني الفوائد اللي ممكن تكون اتحققت لجهازنا الهضمي في شهر رمضان الكريم، ويعني حضرتك بتنصح بانه لازم نستمر فيها ما تبقاش شهر واحد في السنه. اتفضل. تمام. هو الحمد لله هو شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير على الانسان من جميع الجوانب. بالظبط. مش الصحه بس، حاجات تانية كتير جدا. يعني احنا عندنا مكتسبات من شهر رمضان كبيره قوي. ايوه. اهمها اولا حفاظ على الجهاز الهضمي. الشهر رمضان يعتبر صيانه دوريه للجهاز الهضمي. طول فترات الصيام الجهاز الهضمي بينظف نفسه، بيخضع لدورات حركيه متتاليه بتعمل تنظيف وتطهير لجوه الجهاز الهضمي من المعده لحد الجسم كله والجسم كله. فهي فتره زي صيانه دوريه فعلا للجهاز الهضمي. غير مكتسبات الصيام الكتيره، احنا عندنا الصيام بينظم الوقت، بينظم الجهاز الهضمي، بينظم حركه الجهاز الهضمي، بيخليك اصلا منظم في وقتك. الصيام بيساعدك في حرق الدهون الزياده من الجسم. خلال ساعات الصيام لما الواحد يستنفذ كل الطعام اللي اكله فتره السحور خلاص الجسم بيبقى عايز طاقه، بياخد طاقه من حرق النشويات اللي في الكبد وبعد كده من حرق الدهون اللي في العضلات واللي في الجسم كله. شهر رمضان شهر مهم جدا علشان الجانب النفسي، الجانب النفسي ده والصحه النفسيه في رمضان. معظم الناس في حالتهم النفسيه في رمضان بتبقى مستقره جدا وهاديه علشان الجانب الروحاني الجميل في شهر رمضان. هذا ممكن يفيد ناس زي اللي عندهم قولون عصبي او كده؟ طبعا طبعا. الجانب النفسي والجانب الروحاني اللي بيدي طاقه روحيه وطاقه ايجابيه لكل الناس بيفيد كل الناس اللي عندهم الامراض المرتبطه بالحاله العصبيه او الحاله النفسيه زي القولون العصبي وزي المعده العصبيه وزي حاجات تانية كتير. الشهر رمضان بيبقى في الفتره دي بين الناس بيبقى شهر كسر لهذا الروتين الدائم وشهر استرخاء وشهر راحه بدنيه وراحه روحيه. بالظبط. خلينا نقول طب يا دكتور طب احنا ازاي نستمر بقى؟ يعني بتنصحنا بايه؟ بانه في مكاسب اهي، في ناس بتفصل يعني بعد ما ينتهي شهر رمضان هو رجع تاني لخبطه المواعيد. يعني حضرتك قلت حاجه مهمه جدا جدا انه الاكل بميعاد، انا بفطر وبعد كده بتسحر. يعني في ما بقدرش اكل قبل الفطار ولا بعد السحور، يعني ولو حتى في لخبطه في الفتره اللي بينهم، لكن انا يعني اهو في مواعيد معينه محدده. هل تنظيم الطعام بهذا الشكل وتنظيم توقيته مفيد للجهاز الهضمي؟ طبعا. يعني هو رمضان عايزين نخلي روح رمضان موجوده معانا طول السنه مش في رمضان وبس. يعني التنظيم اللي احنا قدرنا نحققه في رمضان تنظيم الوجبات، احنا بنفطر في وقت محدد وبنتسحر في وقت محدد. التنظيم ده في حد ذاته مفيد جدا للجهاز الهضمي وبيريح الجهاز الهضمي جدا. في شهر رمضان المدخن قدر يمتنع عن التدخين 14 15 ساعه من الفجر لحد اذان المغرب. ليه لا ما يكملش كده؟ أيوة. بعد رمضان يعني يقتطع هذا الجزء من يومه يوميا من الفجر لحد المغرب. انت قدرت اهو، قدرت في شهر بحاله انك تبطل التدخين 14 ساعه. اعمل كده في الايام العاديه وخليك خد سيجارتين ثلاثه بالليل مش مشكله.
وبعد كده توقف وبعد كده توقف خالص. اللي متعود يشرب قهوه او شاي كتير او حاجات اللي هي منبهات كتير دي قدرت برضو تستغنى عنها في رمضان 15 ساعه، ليه ما تعودش نفسك بعد كده على نفس النظام ده؟ صح. فالهدف من الكلام ان احنا نحافظ على هذه الروح، نحافظ على روح الالتزام وروح الانتظام الشديد في الوجبات. يعني رمضان بعد رمضان لازم نحلي برضو الاكل في مواعيد منتظمه، الفطار في ميعاد والغدا في ميعاد والعشاء في ميعاد. تنظيم الوجبات ده في حد ذاته مريح جدا لحركيه الجهاز الهضمي، مريح جدا لعصارات الجهاز الهضمي. فعايزين نحافظ التزام داخلي مننا على روح رمضان في حياتنا طول السنه. تمام، خلينا نقول يا دكتور خلاص كل سنه